أو أحسن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرات الماضية احنا حكينا عن بعض أنواع المطبوعات، حكينا عن البزنس كارد بشكل مفصل، حكينا عن الستيكرز، وحكينا عن الانفلوبس أو المظاريف. الآن بدنا ننتقل لموضوع جديد أو لشغلات جديدة بدنا نحكي فيها عشان إن شاء الله تعالى برضو نضيفها لمشروعنا، اللي هي الفلاير والبروشور. الفلاير والبروشور، أول حاجة إحنا بدنا نفهم شو هو الفلاير، شو هو البروشور، إيش الفرق بينهم، إيش محتويات كل واحد فيهم، عشان نعرف بعد هيك نصممهم، وبعدين حنروح على برنامج الإلستريتور ونشوف كيف إحنا ممكن نجهز على الأقل للتصميم، نجهز الأعمدة لتصميم الفلايرات والبروشورات. لو سألنا السؤال هذا شو يعني فلاير؟ فلاير إيش يعني؟ إيش بتعرف عنه؟ بطاقات صغيرة. ايش بيكون فيها؟ بيكون فيها زي مثلا يعني زي البزنس كارد ولا اكبر؟ لا هي تقريبا بس هي زي اكبر اكبر يعني من بزنس كارد شوي. نشرة يعني نشرة. نشرة. زي كارت الجامعة مثلا مع تخصصات. تخصصات. مقوية. كارت الحفلة. تمام. يمكن هو أقرب مثال هو اللي حكاه إنه الفلاير شغلة فيش فيها تاني، مش متنية، تمام؟ ورقة هيك، ورقة مفتوحة مطبوع على وجه ولا على وجهين؟ عادة وجه، بس فيش مشكلة لو انطبعت على وجهين. وحنحكي ايش بكون محتويات الوجهين. زي تاعت الصلاة يعني. فلاير عشان نفهم، فلاير جاي من كلمة فلاي. ايش يعني فلاي؟ طيب يعني فلاير، فلاير حاطيك اياها تعملها طيارة ترميها طيارة، تمام؟ مش هتهتم فيها، او مش هتهتم فيها يعني الاغلب الاغلب حيتخلصوا منها، حيرموها، مش هيهتموا. عشان نفهم الفرق بين الفلاير والبروشور والكتيب والمجله والشغلات الثانيه، خلينا ناخذ هيك شغله او سيناريو بسيط جدا. انا اليوم مثلا نفترض فتحت عندي شركه تدريب، ماشي، وبدرب في مجال الجرافيك ديزاين، تمام، وعندي 10-15 دوره او 10 دورات بدي اعلن عنهم، وعامل خصومات على هذه الدورات. الان بدي اجي على باب الجامعه واوزع للطلاب، عندي 2000 طالب 3000 طالب، بدي اوزع عليهم شغله تعلن عن الدورات اللي عندي. هل السؤال اوزع عليهم فلاير ولا اوزع عليهم بروشور؟ الفلاير انتم حكيتوا انه هو عباره عن شغله مطبوعه على وجه واحد ومش شغلة على وجه واحد ومش مطوية، لكن البروشور مطوية. لكن مش بس هذا الفرق اللي بينهم، هو هذا فرق رئيسي وجوهري، لكن مش هو الفرق الرئيسي اللي بينهم. المحتوى بيفرق معي. نرجع للي أنا بدي أعلن عنه اللي هو الدورات. جيت على باب الجامعة حوزع فلاير ولا بروشور؟ أنا بحكي لكم حوزع فلاير. ليش؟ الفلاير أول شغلة زي ما قلنا مطبوعة وجه واحد، في تفاصيل قليلة قليلة، تمام؟ أغلب الناس هترميه. أنا حوزع 3000، من 3000 كم واحد بيدرس اي تي؟ 100 200. كم واحد مالتي ميديا منهم؟ 50. كم واحد منهم بدهم ياخذوا دورات؟ 20. واضح. وبالتالي أنا كنت بحكي ب 3000 أو ب 2000 طالب، لكن المهتم منهم 20 50 100، العدد قليل، صح؟ فبالتالي الفلاير هذا ال 3000 حيرموه، لكن حيحتفظ فيه بس المهتمين، ال 10 ال 20 ال 50 ال 100 واحد حيحتفظوا فيه. فعشان هيك افترض انا الفلاير انا كصاحب شركه يكون تكلفته علي عالي ولا قليل؟ رخيص. لازم يكون شغله رخيصه جدا عشان الهدف منها بس اوصل فكره. واضح؟ فكره عامه انه في عندي دورات او في عندي مركز، وتعالوا شوفوا ايش الدورات الموجوده عندي. هنا ال 20 او ال 30 اللي احتفظوا بالفلاير ممكن يجوا عندي على المركز اساس يسالوني ايش الدورات اللي عندك مثلا، وهم عندي بعطيهم البروشور. الان البروشور اعطيته ل 3000 ولا اعطيته ل 20؟
تطلع 20. بالتالي البروشور جودته وتكلفته بتكون اعلى ولا اقل؟ بتكون اعلى، لانه اللي حياخذها عاده المهتم معلومات اكثر، حياخذها الشخص المهتم اكثر. طيب اعطيتها لل 20 او لل 30، هل ال 30 حيسجله؟ ممكن يجيني من ال 30 15 يقولوا لي والله هذا البرنامج بدنا تفاصيله، ايش بيدرسوا فيه، مين المدرب، قديش الاسعار، ايش المحاضرات. ممكن احكي له اياها حكي، ممكن اكون عامل له كتيب صغير دليل ارشادي اعطيه، هذا اللي هو كتيب، بيكون الكتيب برضه تكلفته اعلى من الفلاير، اعلى من البروشور، لكن مش حاطي له 3000 ولا له 30، حاطي له 10 او له 15 اللي قرروا انهم هم بالمسجل، او شخص دفع رسوم التحاق مفترض عندي وبده التفاصيل بعطيه الباكج تاع التفاصيل، زي اللي بيجي على الجامعه بيسجل الشنطه بيكون فيها دليل الاكاديمي والبروشورات خلص هو سجل ودفع، فبالتالي المعلومات هذه كلها لازم انا اعطيها، لازم انقول له اياها. فمن الكلام اللي احنا حكيناه الفلاير عاده بيكون مكلف ولا تكلفته منخفضه؟ تكلفه منخفضه. يعني ورقه عاده بده يكون خفيف ولا خميل؟ عاده بيكون خفيف، تمام. الفلاير بحط فيه تفاصيل كتير؟ لا. بعلن عن، لا بعلن فيه عن خصم، عن حملة، عن منتج، عن حدث معين، عن حفلة، عن افتتاح. لكن التفاصيل الأكثر بتكون في البروشور أو بتكون في المكان. طيب إيش محتويات الفلاير؟ محتويات الفلاير إيش بده يكون فيه؟ نص ماشي، وإيش كمان؟ صورة. والبروشور حيكون فيه نص وصور، بس الفلاير صورة كبير، صورة كبيرة، نص قليل، صورة كبيرة، نص قليل. يعني النص ممكن يكون كلمتين أو ثلاث كلمات بس. بحط، نفترض أنا بدي أعلن عن الدورات، بدي أجيب صورة واحد ماسك لابتوب أو قاعد على لابتوب وقاعد بيشتغل كبيرة، تمام، وأجي أكتب عرض خاص أو خصم 50% أو سارع بالتسجيل، اغتنم الفرصة، كلمة أيوة بالضبط، أنه أحصل على أشتري عبوة وأحصل على الثانية مجانا، ثلاثة والرابعة مجانا. هذا اللي هو الفلاير اللي عادة بيكون رخيص خفيف ومش الكل حيهتم فيه. طيب خلينا هالوقت أخذنا هيك فكرة عامة عن الفلاير وعن البروشور، خلينا نشوف التفاصيل المكتوبة عندي. What is a flyer؟ يقول a flyer is usually a single، يعني عادة بيكون ورقة واحدة. Unfolded، مش متني، مش متني. Printed sheet، يعني هذه ورقة مطبوعة على على ورقة واحدة مش متنية. عادة أنا بوزعها to draw attention عشان أجذب انتباه شخص معين، أو يعني أعلن عن event، حدث، حدث زي حفل إشهار زي ما حكى، عرس، حفل افتتاح مول معين، محل، مركز، مهرجان، تمام، إيفنت، سيرفيس، أعلن عن خدمة زي شركة جوال، لو رحنا عليها بيكون عندهم حملة شبابي وحملة نقاطك وحملة كل واحدة، كل واحدة بفلاير، مش كل حملاتهم بفلاير، أيوة في علبة وطبقات، كل مجموعة على حملة واحدة. منفعش أعلن في الفلاير عن 10 شغلات، شغلة واحدة بس. أو برودكت، اليوم أنا عندي منتج جديد بدي أعلن عنه، زي نفترض برجر، نفترض مثلا يعني، ولا علبة عطر جديدة، ولا ماسورة جديدة، أي حاجة عندي، مرتبان مربى، أي شيء عندي بالشركة جديد بدي أعلن عنه، واضح؟ أو آيديا، فكرة أنا بدي أوصلها للناس، برضه هذا كله من خلال الفلاير. الفلاير عادة بيكون contains a very simple message، يعني بيكون فيه رسالة بسيطة جدا، فيش كلام كتير، that can be conveyed quickly. هو ليش رسالة بسيطة؟ عشان أوصل لك إياها بسرعة. ليش بسرعة؟ لأن أنا لما أعطيك الفلاير هتشوفه، لو ما فهمتش بسرعة هترميه، فهو لو ما فهمتوش بسرعة، الألفين اللي أعطيتهم الفلاير قبل شوية، الألفين حيرموه. لكن لو وصلت الرسالة بسرعة فبصير عندي الخيار، إذا أنا مهتم بحتفظ فيه، إذا مش مهتم برميه، لكن إذا مش واضح مهتم ومش مهتم حيرميه. عشان هيك إحنا بنوصل رسالة بسيطة. لو كنت ماشي أنت في عندك شغلة معلقة على الحيطة، بوستر إعلان، ومن بعيد في صورة قربت عليه كلام كتير، هنا بدي أوقف أقرأ الكلام؟ لا، عشان أفهم إيش بده، عشان اعرف حالي مهتم ولا مش مهتم؟ لا، حاضرني ماشي. لكن اذا هو قال لي والله خصم خاص على الدورات التدريبيه مثلا، والله انا بدي دورات، بدي اروح اشوف دورات في مجالي ولا مش في مجالي،
ممكن أوقف أشوف. فأنا هنا الكلمة الكبيرة فهمتني إيش أنا بدي، والفلاير نفس الشغلة. طيب شغلة تانية بيقول الفلاير عادة بيكون على ورقة A4 عادة، تمام، وبيكون بيكلف تكلفته أقل، لكن في شيء قاعدة بتقول لي إنه بنفعش أعمل على A5 بعد A5 أي حاجة بدك إياها، صغير ثلث ربع عادي أي حاجة بدك إياها مش مشكلة. Also the printed is most commonly on one side. برضو عادة بيكون مطبوع على وجهين. ممكن يكون مطبوع على both sides في الوجهين. طيب السؤال لو كان مطبوع على الوجهين شو محتوياتهم؟ الوجه الأول قلنا صورة ونص. تواصل برضو تحدثكم. بنفس الوجه. بس وراء. خلينا نأخذ مثال. مثلا انا عامل، انا عندي سوبر ماركت او مول وعامل حمله تخفيضات 50% على بعض المنتجات او 70% او 30%، ممكن ورا اجي احط المنتج وسعره، تمام. عامل افتتاح لمول والمول في مكان بعيد شويه، ورا بحط الخريطه تاعته وين عشان اوصل له. زي مكتب تاكسيات مثلا، حتى بحط لي وين كل مكان بدي اروح وقديش سعره مثلا، او وين مكاني. ايش كمان عندي؟ ملاحظات. يعني مثلا انا عندي منتج اعلنت عنه، في الناس ممكن تتصل فيه تسالني بعض الاسئله، قديش ابعاده، ايش لونه، كبير ولا صغير، بتوصل ولا بتوصلش. ممكن اجي احط بنسميها frequently asked questions اللي هي الفاكس او الاسئله اللي بنسالها كثير، احط السؤال والجواب عشان اقلل مثلا تواصل او اتصالات. محتوى مساعد مش اساسي، يعني لو ما شفوهوش مش مشكله. اسئله شائعه، خريطه، اسعار منتجات، اسعار طلبات داخليه خارجيه، هذا كله بيكون على الظهر، لكن الاساس وين عندي؟ الوجه. طيب النقطه اللي بعدها بحكي لي، عشان الفلاير احنا بنوزعه باي هاند، يعني يقصد انه مش في مكتب، بنوزعه بالشارع لناس كتير كتير، فبالتالي زي ما قلنا تكلفته لازم تكون اقل بشكل كبير جدا. وكمان شغلة تانية انه هذا الفلاير ممكن انا اتني. طب احنا قلنا قبل شوي الفلاير بتنهوش، فيش فيه تاني، لكن الفلاير ممكن اتنيه عشان احطه في انفلوب في مظروف زي كرت العرس. مش في كرت عرس بيكون متني؟ كرت العرس فلاير عموما، ماشي، هو فلاير لكن متني عشان اعمله بطابع رسمي اكثر واحطه في مظروف، واضح. فبرضه الفلاير بيقول لي ممكن تتنيه وتحطه في مظروف عشان توديه لمدير شركه، لشخص انت مهتم فيه اكثر. مثلا انا بدي اعطي لواحد بايده وانا مهتم فيه، فانا بروح بعطيه متني وبمظروف هيك، تمام. الفلاير برضه بيجي لي عاده بينطبع ان اني انك كلر. شو يعني انك كلر؟ يعني باي لون سائل، يعني ممكن يكون كله لونه أزرق، النص اللي فيه كل النصوص الكتابة كلها أسود، كلها أزرق، كلها أخضر. طب وليش إنك؟ ليش حبر سائل؟ عشان يكون أرخص. دائما الليزر البودرة عالي، نحن بنطبع طباعة تجارية رخيصة، ورق رخيص وطباعة رخيصة، لأنه زي ما قلنا بده ينحدف، بده يرتمى يعني بالنهاية. A flyer usually has a relatively short life span. حكي دورة حياة الفلاير قصيرة. خط اقرا ارمي. واضح؟ عشان هيك such as being used to announce one time event. عشان هيك احنا بنعلن فيه عن event تصير مرة واحدة. او حملة واحدة. واضح؟ اعلان واحد. له تاريخ معين بخلص فيه. تنتهي الحملة في كذا، يوم الإعلان كذا، يوم الفرح كذا، بعد هيك له داعي هذا الفلاير؟ لا، حيرتمي أكيد، حتخلص منه. So the paper used for flyer does not necessarily have to be heavy weight paper. وبرضه الورق اللي بتستخدمه مش ضروري يكون سميك، خفيف ورخيص عادي مش مشكلة. لكن في بعض الأحيان بلاقي إنه في فلايرات مطبوع على ورق خميل، زي مثلا ما قلنا شركة جوال مطبوع على ورق خميل،
أو ممكن أي حاجة تانية لقيها فلاير لكن مطبوع ورق سميد. السبب اللي بيخليني أطبع فلاير على ورق سميد إنه ممكن هذه الحملة على شركة جوال فيها تفاصيل، اتصل على رقم كذا مثلا، شروط الحملة، أسعار، حاطط فيها تفاصيل، فالناس عادة ممكن تحتفظ فيها لمدة أطول شوية. لو أنا عندي إعلان مثلا عن افتتاح أو مثلا كرت العرس، كرت فرح، نفترض الفرح بعد أسبوعين، اللي مهتم حيخلي الكرت عنده عشان بعد أسبوعين يتذكر وين الصالة أو دعوة خاصة فيها لغدا، فيها لحاجة بتاخدها معاي. فهنا أنا بعطيها تكون أسمك شوية عشان تكون more durable. يعني لو أنا حطيتها وطويتها وحطيتها في جيبتي وعاد طلعتها ما تخربش ما تنهريش الورقة. يعني ليه التخصصات؟ إذا كان طوي بروشور، أما إذا كان ورقة ما هو بدأ يخليه معاي عشان فيه الأسعار مثلا، ممكن أنا أعطيك إياه وأخذه منك وأفتحه وأصوره، هيكون فيه تعامل أكثر. الآن برضو الفلاير بحكي لي إنه عادة زي ما قلنا من شوية، الوجه الأول بيكون فيه الـ important information، المعلومات المهمة كثيرة، والباك ممكن يكون فاضي الظهر، ممكن يكون موجود فيه supporting information، معلومات مساعدة، إرشادات، خريطة، أسعار، أي حاجة تانية. حتى الفاكس هذه frequently asked question ممكن تكون موجود. طيب. برضو بلا التنويه، في أنا ثلاث أنواع من الفلايرات، في ثلاث أنواع من الفلايرات. النوع الأول بنسميه event announcement، يعني أنا بدي أعلن عن حدث معين، event زي حفلة، افتتاح، event حدث، العرض لسه كمان شوي. هذا الايفنت اناونسمنت ممكن يكون فلاير صغير، ممكن يكون فلاير او احنا بنسميه بوستر. البوستر اللي هو بيكون كبير شويه ومطبوع ومعلق على حيط مثلا، تمام، على باب المحل، هذا هو بالاساس فلاير برضه، هذا نوع من انواع الفلايرات، لكن بنطبعه كبير بدل ما نوزعه، او هو نفسه اللي بوزعه بعطيه بجيب منه نسخه اكبر وبعلقها. فبالتالي الايفنت اناونسمنت عاده بتكون مطبوعه صغيره وكبيره، مهرجان، احتفال، شيء ممكن بالمقاسين اطبعه. في عندنا كمان نوع، بعدين برجع للاولاني الثاني، في عندنا الجنرال اويرنس اللي هو بنسميه توعيه عامه. من ضمنها لو انا بدي اعمل مثلا نشره توعويه عن كورونا، جنرال اويرنس بالضبط، ايوه هي. لو كمان عندنا الجامعه عامله المواعيد او التواريخ المهمه، السحب والانسحاب وبدايه الفصل والامتحانات والكلام هذا، هذا جنرال اويرنس. لو انا عامل اعلان عن خصم خاص، هذا برضه جنرال اويرنس، بدي اقول لك انه انا في عندي خصم، تعال اشتري، تمام، او تعال استفيد منه. فهذا بنسميه جنرال اويرنس. في عندنا كمان فلايرات اللي هي بتكون برودكت انفورميشن او بنسميها الفاكت شيت. لما تشتري منتج معين زي تلفزيون، شاشه، مكوى، اي حاجه، بيكون في جواها الورقه، الورقه اللي بفتحها بتطلع كبيره معي هيك. هذه الورقة موضوع مختلف شوية لأنه فيش فيها صور كتير، بكون فيها نص كتير، هي نوع من أنواع الفلاير، لكن فيها طوي، فيها طوي. لكن ليش موضوعنا فلاير؟ لأنه مش مقسمة عاملة، يعني أنا عشان أقرأها كلها بدي أفتحها هيك كاملة زي بتاعة الدواء، الورقة اللي بتكون في علبة الدواء. كيف؟ هو يفترض نهتم لها، يعني ليش؟ وهو لما تصير معك موقف بصير نهتم لها. يعني مرة شريت ثلاجة مية مثلا، حطيتها عادي شبكتها في الحيطة بدي أجربها، انحرق الهيتر اللي فيها، طلع هم كاتبين لي هنا حاجة كبيرة أو فتحت الورقة إنه قبل ما تحطها في تشغلها حط فيها مية عشان فيها هيتر لازم يكون فيه مية. فبعد هيك ستقرأ كل الورق يصير فيه مشكلة يعني. فهي المفترض انه فيها كل التعليمات المهمة، المحتويات، تعليمات الاستخدام، التحذيرات، كلها بتكون موجودة فيها. طبعا كل واحدة فيهم زي ما قلنا فيها لها يعني محتويات تختلف عن الثانية، لكن اجمالا بحط عنوان، بحط وقت الاحتفال او الحدث او اي حاجه معينه. في انا شغله مهمه في الفلاير، وانا بدي اعلن عن حمله لازم يكون واضح تنتهي الحمله بتاريخ كذا مثلا،
تمام، او مثلا عامل خصم خاص 30% للي بيشتري فوق ال 300 شيكل. لازم يكون واضح. طبعا الشركات بتوضحه، لكن ايش بتعمل؟ بتكتبه بخط صغير على جنب ايوه تشتري ما تلاحظش، او بتلاقيه كاتب لك خاضع لشروط الحمله. وايش هي شروط الحمله؟ اتصل علينا عشان نقول لك. ايوه اتصل علينا عشان نحكي لك، او تعال عندنا. فاحنا بالنسبه لنا لا، لازم الاصل انه لازم كل شيء يكون واضح. يعني اشتري 3 عبوات واحصل على رابعه مجانا عطر، تروح تشتري 3 يعبي لك اياهم، قول وين الرابعه؟ يقول لك لا انا قصدي العلبه من 20 مش من 10 يعني. لا انا بدي اقول لا، لازم اكون واضح جدا. ها مثلا انا ما اشتغلتش في العطر قبل هيك، ما بعرفش كيف بغشوه. طيب الان بالنسبه للفاكت شيت، قلنا اللي هي بتكون في المنتج، بتكون فيها مواصفاته، بتكون فيها ايش فوائده، كيف بستخدمه، بتكون هذه كلها بالفاكت شيت. طيب كيف بدي اعمل فلاير؟ بدنا نعطي هيك بعض الشغلات عشان هي دائما تكون في بالنا لما نصمم فلاير. اول حاجه قلنا القياس الشائع اللي هو الاي 4، لكن فيش مشكله تكون اي 5 او اي قياس ثاني اكبر او اصغر. بالنسبه للجرافيك للصور، احكي لي قاعده 1 لارج بيكتشر، صوره واحده كبيره احسن من اكثر من صوره صغيره. يعني في الفلاير اكثر صور واحده بكف كبير، وتكون فوق في التوب، فوق في في التوب تبع الصفحه، فوق الصفحه باي شكل معين، لكن بدها تكون فوق والتفاصيل بتكون تكون بالنسبه لنا تحت. طيب بدي اركز فيها على موضوع الكونتراست، وهذا مبدا احنا اكيد متفرغ يعني مفروغ منه انه لازم نطبق الكونتراست. طيب بالنسبه للهيدلاينز اللي هو العناوين، شو الشغله اللي لازم تكون متوفره بالعناوين؟ بيقول لي must capture the attention of your targeted audience، لازم تجذب انتباهه. كيف يعني عنوان يجذب انتباه؟ اول حاجه حجم، ثاني حاجه لونه، ثالث حاجه ايش الكلمه المكتوب. اجي اكتب عرض خاص مجانا، لو شفنا كلمه مجانا بنطلع نجم، خصم 50%، حاجه بتجذب الانتباه، هذه تكون كبيره، هذه نسميها هيدلاينز. And create a catchy phrase using a few words and as possible. يعني بجيب عبارات catchy، يعني تخليني انتبه على يعني اطلع اوقف واختصر العبارات قد ما اقدر، اختصر قد ما اقدر في العبارات. Large and easy to read at glance. ايش يعني؟ تكون كبيرة؟ كبيرة وسهلة القراءة. Easy to read at glance. يعني القطها على الطاير بلمح البصر هيك على السريع، مجرد ما يشوف العبارة يعرفها ويقراها ويفهمها على السريع، ما يقعدش يحلل فيها كثير. Select font that is simple and readable، ونوع الخط يكون مقروء وبسيط. طيب الكونتنت المحتوى، في عندنا في المحتوى قلنا بالهيدلاينز dont be wordy، ما تكترش برن، تكتبش كثير كلام. يعني لو عندي انا شروط الحمله مثلا، كتبت الاعلان وكل شيء تحت الشروط، ما تكتبش الشرط 3 سطور، خليه فقره يعني سطر 2 3، كل سطر كلمتين 3 4، قد ما تقدر اختصر عشان لانه هيقرا بسرعه، مش فضيله هيقرا بسرعه ويمشي. ايوه بالضبط، dont be wordy يعني ببساطه ما تكترش الكلام. يعني الشغله الثانيه بيقول لي في عندي حاجه في التسويق، اذا اخذته تسويق او سمعته فيه، اللي هو بنسميها تكست كول تو اكشن، كول تو اكشن سي تي اي بسموها في التسويق. شو يعني كول تو اكشن؟ يعني لو انا عامل اعلان عن مثلا خصم على علبه العطور، عندك عند محل عطور انت ولا مش بضل اشر عليك؟ مش عارف. كويس. انا قلت لو بدي اعمل اعلان لخصم على العطر، بدي اعطيكم خيارين، مين افضل؟ اقول له خصم 50%، ولا اقول له اشتري عبوه واحصل على الثانيه مجانا؟ تمام؟ هذه الثانيه اللي هو اشتري علبه واحصل على الثانيه مجانا، هذا بنسميه هذه كول تو اكشن، يعني بقول له تعال اشتري، مش بعطيه معلومه انه عندي خصم 50%، لا بقول له انت تعال خذ واحده عشان اعطيك الثانيه مجانا، كاني بقول له يلا تعال. تمام؟ زي مثلا نعمل نفترض زورونا تجدوا ما يسركم،
بس هذا صارت قديمة يعني تمام، فطرت الناس ترد عليها ولا حاجة، والله نلاقي المحل فاضي. ايش في كمان سي تي اي او كول تو اكشن نسميه مثلا؟ هذا مثال هذه شو اسمه، هذه معلومه عاديه. الكول تو اكشن كان بقول لك، لما اقول لك تعال على المحل اشتري منتج تمام، خذ مثلا اشتري هذا وخذ هديه، هذا بنسميه كول تو اكشن. يعني كان بقول لك تعال اشتري، تعال زورنا تمام، زي اشتري مثلا كذا وادخل السحب. ايوه اشتري وادخل السحب تمام، اشتري بقيمه 50 شيكل وادخل السحب. هذا بدل ما اقول له ادخل السحب، لا بقول له اشتري وادخل السحب. طب ما احنا عارفين انه هو لازم عشان يدخل السحب لازم يشتري، بس بس العباره هي سي تي اي كول تو اكشن، تعال اشتري عشان تدخل السحب. فكان انا بدي احركه يعني، اقول له تعال تحرك زورنا يعني، ماشي اشتري اهم شيء يعني، بكاش واقف. زائد اللي هو معلومات التواصل اللي حكينا فيها في البيزنس كارد، هي نفسها اللي حتكون هنا. لازم اختار معلومات التواصل المهمة حسب المطبوع اللي عندي. طيب بالنسبة للبروشور ايش وضعه؟ شوفوا الفلاير، ركزوه، في تاني الفلاير، في تاني، لا البروشور في تاني. الفلاير عادة بينطبع على وجه، البروشور عادة على وجهين. الفلاير عادة مش مكلف، البروشور مكلف. الفلاير بينطبع بأعداد كبيرة، البروشور أعداد قليلة، لأنه بس اللي حيجيني على الشركة هو المهتم. الفلاير فيه صور أكثر، صور كبيرة ونص قليل، البروشور صور قليلة ونص كتير، تفاصيل أكثر. زي إيش؟ زي المنيو فلاير، المنيو فلاير بحط اعلان قدام المطعم ورا التفاصيل يعني. طيب الورق هناك في الفلاير بيكون عاده خفيف، في البروشور هيفي بيكون سميك. الورق في البروشور مور ديورابل، يعني لازم يكون يعني سميك ويكون يعني سهل التداول ويكون ما بيخربش بسرعه. البروشور ما بيتوزع فريلي، ما بيتوزعش في الشارع لأي واحد تمام، بيتوزع وين؟ في السيلز بوينت، في المحلات، في نقاط البيع. كيف يعني؟ في البروشور فيه تفاصيل، برمهوش عادة يعني. تمام، هذه النقاط اللي احنا حكينا فيها. البروشور very detailed، لو مفصل كتير، لكن الفلاير بيكون تكست بسيط. الفلاير بيج واحدة، البروشور ماني بيجز. الفلاير البروشور ممكن يكون A4 الاثنين، البروشور برضو ممكن يكون بأي قياس تاني، يعني هم الاثنين بيكونوا A4 أو أي قياس بدكم إياه. الهدف من الفلاير قلنا إنه أعلن عن حاجة لمرة واحدة أو لمدة محدودة، فكرة واحدة لمدة محدودة. أما البروشور معمول عشان to be kept، عشان أحتفظ فيه لمدة أطول. تكلفة الفلاير أقل cheap، تكلفة البروشور أعلى. الفلاير ورقة وجه أو وجهين، البروشور ورقة وجه أو وجهين، أو وجهين مش وجه أو وجهين، وجهين لكن عدد أسطر تمام. فهنا بس بدنا نشوف هالوقت شغله واحده على الالستريتور، كيف انا بدي اشتغل التقطيع تمام، اقطع اعمله عشان اشتغل بروشور او فلاي او يعني بروشور باي نوع. هالوقت بالنسبه للبروشورات في عندنا اكثر من طويه، هي كفلاير صح ورقه واحده، لكن لو طويته بصير عندي بروشور. في عندي طويه واحده بيعطيني وجه اللي هو عمودين، زي اللي هو التقويم تبع رمضان. هنا يا شباب ميزته، هذا ميزته انه لو كان عندي، نفترض انا بدي اعلن عن يعني او بدي اعطي تفاصيل لدوره تدريبيه واحده او منتج واحد، يعني انا عامل البروشور هذا لمنتج واحد او دوره تدريبيه واحده، اعمله بنسميه باي فول يعني ثانيه واحده، ولا اعمله تراي فول تنيتين ثلاث اعمدة عن حاجة واحدة، افضل اعمله باي فولد. اقول لكم ليش باي فولد. الباي فولد يا شباب حيكون في عندي هنا الوجه صورة اللي هو كأنه الفلاير تبعي، الفلاير هحطه هنا
اللي هو أعلنت فيه عن الدورة هذه. لما أجي جوا هلاحظ إنه الورقة كاملة ما يعمل فيها تصميم، ورقة كبيرة تمام. ليش؟ لما يكون مقطع هيك، لما يكون مقطع أكثر معناها أنا بقدر أحط تصميم 2 3 4. فإذا في عندي عناوين كتير بدي أكتر تاني، أكتر طوي. لكن إذا عندي عنوان واحد بدي أعرف تفاصيله، بطوي طوية واحدة عشان أعرف التفاصيل كاملة في مكان واحد. هنا أيوة بعطي بس واحدة، يعني تانية واحدة كتب لي هنا أذكار الصباح والمساء، وورا عن روح المرحوم في النص الأذكار كتب لي إياهم، لأنه شغلة واحدة لها علاقة بموضوع واحد تمام. الآن النوع الثاني اللي هو بنسميه الترايفولد اللي هو بالشكل هذا، سواء كان عربي أو إنجليزي، عربي هي أو إنجليزي هي. الآن إيش الترايفولد؟ كيف ممكن أستفيد منه أكثر؟ الترايفولد هي وجه صح؟ لو فتحته هنا ممكن عندي هنا ممكن أعمل تصميم، وممكن الترايفولد كمان شوف معي هذا الوجه تعمل هيك تصميم كبير على ورقة كاملة، وأعمل أعلن وأكمل تفاصيل 1 2. يعني إذا أنا عندي هيك تصميم كبير 3 صفحات بدي أعمل فيها خط واحد وصورة كبيرة في النص وأعطي تفاصيل منتج، ممكن أنا أعمل بالطريقة هذه. أخذ وهنا وراء أقول كيف أستخدمه المحلية بتاعته. هذا بالنسبة للترايفولد. لكن في عند زي ما قلنا العيار الصراحة هذيك عادة بتكون بايفولد هيك عادة يعني عادة. ممكن يتنوها 3 تنيات بس تكون طويلة. ما هي هيك بيجي إذا طويتها زي هيك تكون ترايفولد. لكن إذا طويتها زي هيك شوفوا معي هاي الترايفولد في إشي مخبى جوا. لكن زد فولد هاي زد شايفينها؟ هاي زد واضح. هذه الزد عندي وجه شوفوا معي هاي وجه بدي أكتب عليه وهاي ظهر. طيب واللي ضايف ايش بقى؟ هاي وجه فتحت بقدر اعمل هنا تصميم على ورقتين تمام. خلصت هاي موضوع خلصت منه. هاي الظهر صح، بقدر اعمل هنا كمان تصميم على ورقتين. فاذا عندي منتجين او دورتين او شغلتين بدي اعلن عنها، فالافضل اعلن عنها في الزد فولد تمام. نيجي نختصر، اذا عندي حاجه واحده بدي اعلن عنها باي فولد، باي فولد. عندي تنتين زد فولد، عندي اكثر تراي فولد. ليش الاكثر تراي فولد؟ لانه هنا في فصل، مع انه نفس عدد الاوجه نفس العدد، لكن هنا هاي الوجه في التراي فولد هاي وجه جوا بفتح بكتب موضوع 2 3 4 5، وهنا الوجه والظهر بيكونوا مع بعض تمام. فاذا عندي منتجات كثير ايش بدي استخدم؟ تراي فولد. عندي منتجين زد فولد، عندي واحد باي فولد. في عندي كمان الجيت فولد اللي هو زي هيك بوابة هيك تمام. هنا بقدر اعلن عن واحد برضو وورا 1 2 3 1 2 3 وهنا 1 4. فبالنهاية على حسب انت ايش اللي بدك تعلن عنه بتختار ايش طريقة الطول. طبعا بتختلف معي في التقسيم كثير على فكره، يعني كثير بتختلف معي في التقسيم. نيجي نطلع، انا عاده لما بدي اعمل البروشور بجيب اي ورقه وبتنيها وبشوف والله هنا انا بدي احط الوجه ماشي، هنا بدي احط الموضوع الاول كذا، الموضوع الثاني كذا، بقرر وباجي بكتب على الورقه هذه الورقه بكتب عليها انه هنا الوجه بدي اكتب عليه كذا، هنا الظهر بدي اعلن عن المنتج نفترض اللي هو اللبن الفراولة مثلا، والثاني بدي اعلن عن لبن كذا، وهذا بدي اعلن بحط هنا كل هذا بكتب لك. وكمان شغلة بكتبها 1 كيف بدي افتح 2 3 4 5 6. هذا الكلام بكتبه هنا وبكتب الوجه والظهر وايش بدي اكتب في كل واحد فيه مع ورقة بيضة، بعدين بروح على الإلستريتور وببدأ اشتغل. ليش؟ عشان ما خربطش، ما يطلعش. كثير بصير اني بدي اشتغل بروشور عادي من راسي بلاقي الوجه راه محل الظهر والظهر قلب لورا والدنيا تشقلبت معي. فبالتالي لا، انا حاعمل اللي هو الارت بورد فايل نيو. قديش الابعاد؟ A4
بالعرض برنت A4 بالعرض بيلزمني بليد A4 A4 بيلزمني فيش قص صح؟ لكن بيلزمني مارجن طيب A4 بالعرض هي كرييت طبعا بدنا كم ارت بورد تنتين فهي A4 تنتين ارت بورد بالعرض هاي كرييت طيب هاي جاب لي التنتين الان لو انا بدي اجي اقطع في عندنا اكثر من طريقه لكن في طريقه سهله نحن اللي هو موضوع السبلت التقطيع للمربعات لو احنا رحنا نشوف في ناس بيجي بيقول لك شفت الطريقه اللي شرحناها اول مره في البزنس كارد انه تعال جيب هنا مربع عندنا قديش المارجن احنا واحد ونص واحد ونص ارجع لمحاضرة اللتر هيد تمام 15 ملي 15 ملي جيبوا مربع بالشكل هذا هذا يعني اذا انا بدي اشتغل بالطريقة التقليدية جدا يعني مربع والغي اللي هو الغي الستروك صحيح واخليه بلون غامق واجيبه على الزاوية تمام واخذ منه نسخه نسخه على الزاويه الثانيه وبعدين اجيب الكنترول ار المسطره واقرب واخذ هنا واحد وهنا واحد وبعدين اجي تحت وهنا واحد وهنا واحد هيك خلصنا هذه النقطه طيب النقطه الثانيه انه هذا مربع صح هذا بده يصير ثلاث أعمدة ثلاث أعمدة بده يصير وبين العمود والثاني في فراغ لازم يكون زي الجريدة مش في بين العمود والثاني فراغ فيه فبدي أجي أقول إنه بدي أعمد 5 ملي و5 ملي بدي أروح على ترانسفورم وأجي أقصقص وأقطع وأحسب وأخصم وأعمل هذه غلبة تمام هذه الطريقة اللي عادة يعني هيك بتطلع بيشرحوها أو بيشتغلوا فيها عادة لكن إحنا حنعمل ديليت ونستخدم طريقة ثانية بجيب مربع وبعمله على قد الارت بورد بالضبط وضروري كمان اروح على ترانسفورم واتاكد اتاكد من الابعاد صح الابعاد ليش صح A4 مش 297 في 210 29.7 في 210 في 21 الابعاد صح طيب اول خطوه بدي اعملها بدي اخذ البليد نشبه صح داخل المارجن قديش المارجن واحد ونص من كل جهة فبالتالي بدي اجي اخصم من هنا قديش دفك اللينك دفك اللينك واخصم من هنا 30 ومن هنا 30 شمال يمين فوق تحت ناقص 30 هاي انت هالوقت هذا ايش صار صرت انا عامل هيك مارجن احوله لجايد لسه بدي اقطعه بدي اقطع طب اروح على اوبجكت مربع هذا اوبجكت باث سبليت انتو جريد اوفست باث سبليت انتو جريد قطع لي اياها او حول لي هذا المربع لشبكه كم صف بدي فيه؟ كم صف؟ صح كم عمود؟ ثلاثة طيب العمود هي الثلاثة عشان تكونوا في الصورة هي بريفيو هي العمود هي في خط بين العمود الأول والثاني وهي كمان خط بينهم لازم كمان أعمل حاجة بسميها الجتر الجتر هي المسافة بين العمود والعمود قديش مقدار الجتر؟ قديش النسبة اللي من أول بنشتغل عليها؟ 5% 5% يا شباب من عرض العمود الجتر قديش عرض العمود؟ قديش عرض العمود؟ هي مش هو عندنا الـ A4 30 مقسمة ثلاث أعمدة يعني عندنا 10 10 10 تقريبا ماخذين منها مارجن المهم نقول 10 ال 10 5% من ال 10 قديش؟ ال 10 100 ملي صح؟ 5% منها قديش؟ نص سنت يعني 5 ملي 100 ملي 5% قديش؟ 5 فباجي هنا للجتر بعمله 5 ملي هي واضح ولا؟ لا طيب تمام هاي اوكي هنا شوف انا اختصرت كل شيء كله 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 اختصرتها
خطوة واحدة مربع نقصت منه المارجن عملت له سبليت انتو جريد اعطيته كمان اللي هو الجتر هذا بده يشتغل بشكل يدوي حياخذ منه وقت طويل جدا جتر يستخدم المسمى للعمود والعمود صحيح هحدد هذول مع بعض Alt و Shift واجيبهم هنا بالنص بالضبط وبعدين كل هذول مع بعض قبل الميك جايد بلغي الفيل ضروري ضروري تلغي الفيل هيني بديش الغيه وبدي اشوف ايش بصير هاي ميك جايد تمام هنا انا بدي اجي اصمم شوفوا انا بصمم ايش بصير انا ما مسكتش الستروك انا قاعد بشتغل هنا بسحب بحدده معي لانه فيه له فيل لو لغيت الفيل هاي ميك جايد شايفين كيف تغلبنيش هيك صار في عندي ارت بورد مقطع ماخذ فيها جتر ماخذ فيها ثلاثه كولومز ماخذ فيها كمان اللي هو المارجن للارت بورد كلها طبعا ممكن نجي نعمل له لوك بس انا الوقت بديش اعمل لوك عشان في عندنا بعض النقاط برضو بدنا نوضحها باجي على الورقه اللي كتبتها قبل شويه هذه الوجه الاول هي عاده في الالستريتور هي الوجه الاول هذا اللي على الشمال هي هذا هنا انا محدده ورحت عدات الارت بورد هي كتب لي ارت بورد 1 وهذا ارت بورد 2 هي 1 2 فانا بدي اجي على الوجه الاول الوجه الاول ايش الارقام اللي فيه 5 6 1 بجيب اداه الكتابه وبكتب 5 وهنا 6 وهنا 1 وكمان شغله بكتب ايش هي مش قلنا بدنا نعرف على الوجه هذا ايش بدي اكتب مثلا بدي اعلن عن اللبن الفراوله مثلا والجهه الثانيه بدي اعلن عن طعم الموز والثالثه بدي ها هيها بالشكل هذا والثالثه لا هذه بالنسبه لنا الوجه هذا الوجه كويس بكتب الكلام هذا بكتبه عشان ما تشقلبش معي الامور وانا بصمم باجي هنا نشوف الورقه الثانيه كيف طلعت معي طلعت معي 2 2 وباجي بكتب فوق ايش بدي اعلم تمام وبعدين 3 و4 و4 هنا ايش طلع عندي الظهر في الطاويه الثانيه النوع الثاني من الطاوي 6 بيطلع الظهر عشان هيك بقول لكم لازم احنا نكتب هاي 4 وهي الظهر او الباك يعني تمام بعدين ببدا احط في المحتوى وانا بشغل في المحتوى نطلع لو كان في عندي هنا مثلا بدي اجي ارسم رسمه بالشكل هذا هاي بدي اشوف انا هاي هاي رسمه بدي احطها هنا هذا صح هيك صح ولا هيك لا هيك ولا هيك لا لا كان صح لا مش لا ما هاي الخلفيه هي شو بقول لك الجرافيك هذا عنصر باك جراوند اليمنت شوفوا معي في قصة تحصل هذا ماشي هذا مش مشكلة ها شوفوا يا شباب لو كان عندي أنا تصميم وفي أي عنصر خلفية أي عنصر شو كيف بتعامل معه لو كنت في العمود هذا الطرفاني المطرف بجيش أحطه زي هيك هيك غلط بدي أحطه من وين من برا كتصميم تمام تصميم ببدأ من الصفر دائما بس النص وين بحطه جوا هنا النص
زوج. طب صح المنطقه اللي بره هذا منطقه سلبيه مش فيها هذا مارجن هاي شوف برا بحط باك جراوند اليمنت هذا فيش مشكله بس نص ما ينفعش احط هيك ولا شعار الشعار والنص جوا الخط اللي انا عملته لكن الباك جراوند اي لون خلفيه عادي يروح من الصفر بس برضه هذا غلط ايش الصح الصح هيك يا شباب شايفين كيف من الاول للنص شباب اعتبروا نص الجتر بليد للعمود هذا نص الجتر بليد للعمود الاول والنص الثاني بليد للعمود اللي على الشمال يعني اي عنصر في الخلفيه بدي احطه للعمود هذا بوصله للنص لانه لو طبعت هذا للطرف وهذا للطرف بيطلع عندي هنا خط ابيض مش كتير حلو في التصميم تمام طيب لو كنت انا بدي اصمم في المنطقه اللي في النص هذه من وين من وين لوين النص من هيك لا من النص لا من النص تمام بالضبط من النص والنص طبعا عشان تكونوا في الصوره وانا بشتغل النص اللي بينهم هي بيجي معي اذا كنت انا عامل بالطريقه اللي انت اشتغلت فيها السبلت لحاله حيجيب لي النص تمام كويس طبعا والمنطقه الاخيره نفس الحاجه من النص للاخر هذا لو كان في باك جراوند اليمنت عاده الوجه عاده بنحط عليه محتويات زي الفلاير صوره كبيره شعار الشركه نص اتراكتيف عشان هيك يعني كشيء نوع من الدعايه في الظهر عاده بنحط فيه التواصل وتحت بحط صوره كمان اذا كان تفاصيل وسائل التواصل قليله ممكن نحط صوره من المنتجات او خريطه الكيو ار كود برضه ممكن نحطه هذا يعني الوجه والظهر هذول مرفوعين من الموضوع نفس الخطوات لو انا بدي اعمل الزد فولد مش حيختلف ابدا الا حيختلف فيها ايش عندي النوع الثاني هذا الزد فولد الباي فولد ايش حيختلف تركيب واحد وستة حيكون واحد الوجه وستة الظهر مش واحد وأربعة واحد وستة التركيب لازم بعمله على الورقة وبأرقم وبحط المحتوى على الورقة وبعدين بعدين ما ينقل على كنترول يو هذا اللون البرتقالي هذا البنفسجي هذا زي هيك كنترول يو هذا بنسميه سمارت جايد فيو سمارت جايد هاي طيب في اسئله الفرق بين الفلاير والبروشور واضح محتويات الفلاير واضحه يفترض محتويات البروشور برضه يفترض واضحه بضل عندنا هالوقت نجمع المحتوى يعني انتم جمعوا محتويات لكم عشان ان شاء الله تعالى في المحاضره الجاي نصمم ماشي نشتغل بشكل عملي